بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. متابعي وإخواني الأعزاء الطيبين أينما كنتم، وهذا ليس مجاملة بل كلام نابع من القلب. يسأل فئة كبيرة من الناس ويقولون لي: هل علم النفس يدخل في مجال تعبير الرؤى أم لا؟ هل يجب أن أكون خبيرا في علم النفس أم لا؟ أقول لك: لا بد أن تكون عندك خبرة ولو قليلة في علم النفس حتى تستطيع فك شفرات الرؤى. طبيعي جدا إخواني الكرام، أنتم تعلمون أنني أفسر الرؤى ولا أرى أصحابها، ولهذا إخواني الكرام فهناك ناس كثيرة تتعامل بجهالة معنا، فيظنون أنك تقرأ الغيب وتعلم ما خبي وراء السطور أو ما يخبأ في البيوت لكن هذا إخواني أحيانا يأتي فتح من عند الله. ولكن إخواني الكرام، هناك أمر مهم، ألا وهو أنك تعرف نفسية هذا البشر من خلال خطابه. أحيانا عندما يتصل بي شخص هاتفيا أستطيع أن أعرف، أحيانا يتصل بك شخص فينفجر بالبكاء، وأحيانا يتصل فيك شخص وتتسم لهجته بالحدة معك، فأعرف أنه يعني تعرض لأزمات كثيرة وخيبات كثيرة. الذي يبكي فأعرف أنه منهار نهائيا. مثلا في ناس تتصل بك ويكذبك ويبدأ يعمل لك في حجج، أضحك ضحكا لكن أخفي عليه، يعني أمر فيها يعني يحسسك أنه هو ذكي وأنك أنت معنا تتلاعب بالناس وكذا. ليس لدي ما أخفيه كي أتلاعب به على الناس. أين هي المليارات أو الملايين التي كسبناها أو القصور أو غيره؟ لا يوجد شيء، وكل الرزق آتي من عند الله، سواء اخترت طريق الحرام أو الحلال فأنت اخترت الوسيلة، لكن رزقك مكتوب ومسجل في السماء ومكتوب عليك. فهذه فئات من البشر لابد أن أتعامل معها بطريقة غير مباشرة، بطريقة غير مباشرة كي لا أحسسه أنه لوحدي، أو أحسسه أنه هو مثلا عصبي أكثر مني أنا، أو أحسسه ببعض الضغوطات كي لا يفر وينفر، وربما قد يعني أكون أنا سببا في مثلا في كفر هذا الإنسان أو ارتدادي عن ديني أو شيء من هذا القبيل. فالناس إخواني أصبحت ضعيفة. فأعطيكم أمثلة على الأمور النفسية التي يمكن أن نفسر بها الرؤية. فمثلا يأتيك ثلاث من الناس يريدون تفسير رؤيا متشابهة، هذا يركب سيارة وهذا سيارة وهذا سيارة، وقد قلتها أمس في بث. السيارة هذه إخواني الكرام واحد يصفها ببيام دبليو، والآخر يقول لي سيارة ويمر، والآخر يقول لي رأيت أني راكب في سيارة خردة قديمة. فأنا أستطيع أن أحلل شخصية هذا البشر من خلال وصفه للسيارة لي، أعرف أنها رؤية مرسلة من عند الله، ولكن أستطيع أن أقرب بنسبة 95% إلى طبيعة ونفسية هذا البشر من خلال كلامه. مثلا يأتيك شخص يعني يقول لك أني رأيت أني أمسك كتاب قرآن، واضح أم لا؟ وتعرفون أن القرآن بيان وعلم وكذا، فبعضهم يقول لك أني رأيت كتاب القرآن أحمله وهو ثقيل علي، والآخر يقول لك أنا رأيت كتاب القرآن ولم أحس أني أحمله، والآخر يعني تفهم بعض التفاصيل منها، والآخر يقول لك رأيت كتاب قرآن وتجاهلته وأخذت غيره. مثال، هذه أمثلة. أمر إلى مثال آخر لأبسط عليكم الأمر. مثلا عند وصف الأموات والموت وما يعني يرتبط بالأموات في المنام، فيسألك واحد يقول لك رأيت أني أحمل نعشا، وهذه طبيعة ويكونون من نفس البلد مثلا، والآخر يقول لك أحمل سيوانا، فهمت؟ والآخر يقول لك أني أحمل مثلا ميتا في صندوق أو في تابوت. فتفهم أنت يعني حتى مدى إيمان ذلك البشر ومدى قناعاته بدينه ومدى يعني التزامه يعني مع ربه بالنسبة المقدرة. هنا أستطيع أنا أن أعود إلى ما عندي من معلومات ومعطيات لأفصل له طبيعة الرؤية كي لا أمنيه كثيرا ولا أعجزه كثيرا، فأعطيه أمرا وسطا أو أعطيه ما تحكيه الرؤية. فمثلا حمل الميت على الأعناق يقول لك مال وخير وكذا وأمر لا رجوع فيه، لكن يقول لك تابوت، فأعرف أن هذا الإنسان يبحث عن السكينة من طريقة كلامه، من طريقة كلامه أفهم الإنسان وأضيف هذه النقطة إلى
يعني تعبير الرؤية بصفة عامة، فأتمكن من تفسيرها بدقة عالية. هذا هو إخواني الكرام، ليس لدي ما سأخفيه عنكم أو يعني أدس وأحتفظ به لنفسي كي أكسب من ورائه أو شيء. فالرزق، وأعيدها، الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، ليس بيد البشر. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في رعاية الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.